كأنها مركب ما بترساش على بر. الحجاب طبعا أنا شايف أنه الحجاب يعني هو صح، بس أنا مش قادرة. طوق نجاتها الوحيد هو حبها للحياة. حسيت أن أنا حابة أشتغل وحابة أبقى متواجدة، وحاسة أن ده ما يمنعش ده يعني. كنت حابة النقاب؟ آه جدا. عملتي مرة لايف كوتشينج سيشن أونلاين؟ كنت في المرحلة صعبة بالنسبة لي، الناس عمرها ما هتقف جنبك كما يجب. أنا مش ممكن أتجوز حد يقولي بطلي فن وعودي في البيت، إحنا مش في القرن 19. إزاي تكوني فنانة مشهورة وعندك كل ده، وإزاي تقدري إنك تسيبي كل ده عشان تتحجبي مثلا؟ أرجو الجمهور يفهم إحساسي. في لحظة حسيتي إنه الفن حرام؟ أنا عمري ما قلت الفن حرام، بس سميتي الاعتزال توبة. لا، ما في تصريحات كتيرة اتقالت عن لساني بالهبل. على المسرح مع منى عبد الوهاب، ثاني أيام العيد، الخامسة مساءً في العيد على قناة مصر الأولى.